إنها لمناسبة طيبة أن نجتمع في الجزائر الشقيقة بلد العزة والكرامة والشرف والصمود المعروف بحرصه على الدفاع عن القضايا العربية والمشهور بمبادراته في مجال تعزيز وحدة الصف العربي وآخرها مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية التي توج بتوقيع إعلان الجزائر حول إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية. ونجدد ترحيبنا بهذا الاتفاق الذي يشكل خطوة هامة في طريق الوحدة الفلسطينية وترسيخ المشروع الوطني لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ونثمن عاليا الدور الذي قامت به الجمهورية الجزائرية الشقيقة لرعاية المحادثات والتوصل إلى هذا الإنجاز التاريخي، كما نشدد على دعمنا الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الباسل في مقاومة ودحر الاحتلال الصهيوني.